rimonta, rimontata tarichia, rimontata di storia, rimontata antologia, tarichia, tarichia, tarichia. بدر من نادي الاهلي اليوم بصراحه اديت مباراه جيده يا كابتن بدر، لكن للاسف النهايه كانت ناقصه. قول لي شلون كانت المباراه؟ احنا كنا عارفين انها راح تكون مقابله صعبه امام فريق اللي هو كبير، بس كنا نازلين على فكره اننا نؤدي كل ما عندنا والنتيجه ربنا يعمل فيها حاجه. الحمد لله اللعيبه الكل ادت اداء اللي هو كويس، بس تفرق حاجات صغيره كده مع فروق كبيره، لو في التركيز يجيبوا منا جول. والحمد لله احنا راضين برضو على المجهود تبع اللاعب الكل الحمد لله. توقعاتك المباراة القادمة؟ احنا المباراة القادمة لازم نشرف قميص نادي الأهلي ان شاء الله، وراح نلعب ان شاء الله على المركز الثالث، لان فريق زي فريق الأهلي لازم يكون يحصل رتبة كويسة في بطولة كبيرة زي دي. مبروك عليك فوز المغرب. الله يبارك فيك حبيبي، مبروك على جميع اللاعبه، مبروك على المدرب حسين عموشة، مبروك على الطاقم وكل الشعب المغربي. الحمد لله اللاعبين المحليين دائما بيخشوا الفرحه على الجمهور المغربي. مبروك الجميع برضو المغربيين اللي بيشتغل شغلانه كويسه الحمد لله، لقبين متتاليين في كاس افريقيا، ده حاجه تشرف اللاعب المحلي في المغرب. Go Madrid!